اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف شكون حدث لكم على اليوم في هذا البث المباشر من قناه تيرا. بالضبط كيف ما كتشاهدوا معنا تبارك الله الجمهور وساكنه قناه تيرا حاضره بقوه كيف ما كتتابعوا معنا متابعين ومتابعات شوف تزاي كيف ما كتلاحظوا تبارك الله الجمهور حاضر. جميل كيف ما كتشاهدوا معنا تبارك الله الساكنه قناه تيرا حاضرة بقوة. إذن متابعين إذن كيف ما كتشاهدوا معنا هذه اللحظات إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفضل إحنا كنتواجدوا الآن مدينة قناة تيرا كيف ما كتشاهدوا معنا هاد اللحظات ما عرفتش شكون قاعد قلنا كيف ما كتلاحظوا معنا تدخل العازل وكاين مدينة في هاد اللحظات كيف ما كتلاحظوا إذن كيف ما كتلاحظوا إذن هاد المشجعين وقع لهم إغماء في هاد اللحظة كيف ما كتابعوا معنا المشجعين نتمنوا الشفاء العاجل إن شاء الله. دخول الهلال الاحمر المغربي في هذه اللحظات كذلك الوقايه المدنيه متابعين الافاضل كيف ما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات إذن متابعين الافاضل متابعين قناه شفتوا قناه الشعب تبارك الله الساكن في قناة تيرا حاضر بقوة في هاد اللحظات مازال إن شاء الله إذن إن شاء الله يا ربي الزوج نتمنى إن شاء الله الفوز المنتخب المغربي يفوز أطلس كيف ما كتلاحظوا معنا تبارك الله في المباراة اللي فاتت إن شاء الله اليوم فرحة قوية وفرحة كبيرة عند ساكنة قناة تيرا وجمهور قناة تيرا اللي كتشوفوا معنا كما كتابعوا معنا غيكون إن شاء الله أكثر وأكثر إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله من بعد إن شاء الله الفوز المنتخب المغربي يا ربي كنتمنوا الفوز يا ربي كنتمنوا إن شاء الله إن شاء الله هذا اليوم تكون إن شاء الله كيف ما كتابعوا معنا إن شاء الله يكون فوز قوي إن شاء الله ربح كيف ما كتلاحظوا معنا كاين بعض المشاغبات بعض المشاغبات كيما كيف ما كتلاحظوا لكن مدخول رجال الامن في هاد اللحظات كيف ما كتابعوا تبارك الله عليهم كنحييهم من هذا المنبر فوري كان بعد الشغب لكن من بعد المراهقين لكن الحمد لله كيف ما كتشاهدوا تدخل فوري لرجال الامن انك تشوفوا بين الساكن بين الجمهور تحيه لهم لان كيف ما كتابعوا ان شاء الله يا رب الفوز المنتخب المغربي ان شاء الله يا رب كنتمنوا الفوز ان شاء الله إذن فهاد اللحظات كيف ما كتلاحظوا معنا
لأن أجواء رائعة ومثيرة كما تعودنا دائما في المباراة الأولى ولا المباراة الثانية ولا المباراة الثالثة، سواء مع كانت مع كرواتيا ولا بلجيكا ولا كندا، كانت هذه الأجواء اليوم إن شاء الله كنشوفوا أكثر وأكثر، الجمهور حاضر مستكين في القناة ولا واحد يكون كان حاضر قوة كيفما كتلاحظوا جميع المقاهي كيفما جميع المقاهي ديال مدينة سويسرا كاملة مملوءة للآخر أكثر مما كتتوقعوا، خصوصا في هذه الساعات الأخيرة اللي قرب المباراة كانت مملوءة إلى الآخر، صراحة كانت واحد الارتداد على جميع المقاهي، نسيت ما كتلاحظوا معايا من ناحية أخرى راه كاين الجمهور، ومازال إن شاء الله من بعد ان شاء الله الانتهاء المباراه غادي ان شاء الله تشوف واحد الاجواء رائعه والاجواء ديال الفرح باذن الله سبحانه وتعالى كيفما كتشاهدوا معنا. كبار وصغار كيتواجدوا لنا متابعين الافضل متابعين قناه شوفي فن شاب ان شاء الله غنشوفوا كيف ما كتلاحظوا معنا كيف ما تعودنا دائما من النقل المباشر من مدينه كويتيرا عاصمه الغرب كيف ما كتلاحظوا اجواء اكثر من رائعه كنتمنى من جميع المتابعين ان تبارطاجوا ان تفتحوا البارطاجا امين ان شاء الله ساهزين كيف قلنا ساهزين بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بحول الله بإذن الله سبحانه وتعالى بالتوفيق المنتخب المغربي وصول الاطلس فادي متابعين قناة شفت في قناة الشعب إن شاء الله يا ربي تكون إن شاء الله يكون إن شاء الله يفوز إن شاء الله نحن متأكدين أن إن شاء الله يكون يوم يفوز بإذن الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله غادي نربحوا بإذن الله سبحانه وتعالى مربوحة مربوحة إذن بإذن الله سبحانه وتعالى مربوحة وبتوفيق إن شاء الله يا ربي الله ساكنة كويتا حاضرة بقوة والنواحي ديالها حاضرة آلاف ديال المتابعين والجمهور والساكنة اللي حاضرة بقوة هنا كتابعوا معنا كما كتلاحظوا معنا
شاء الله. ساكنة فرحانة. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله نفوز المنتخب المغربي ان شاء الله، ونشوف الله سبحانه وتعالى ان نفوز اليوم. كما كتشاهدوا معنا الشباب فرحانين، ان شاء الله يا ربي كما هنا فرحان ان شاء الله بالفوز يا ربي باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بالفوز. احنا الاحساس ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون واحد الفوز ان شاء الله، عندي واحد الاحساس رهيب ان شاء الله غنكون ان شاء الله رابحين باذن الله سبحانه وتعالى، مربوحه باذن الله سبحانه وتعالى. اليوم تبارك الله الجمهور اكثر من المره اللي فاتت، وانا كنت المره اللي فاتت في القطار، اليوم كنلاحظ ان الجمهور الحمد لله والسكن في القطار يزور اكثر واكثر. لكن ما كتشاهدوا معنا كيف ما كتشاهدوا معنا تبارك الله الجمهور مازال كيتوافد، مازال كيتوافد الجمهور كونيتيري والساكنة والنواحي ديالها مازال كيتوافد في هذا المكان. الله يا ربي جنة كيف ما تشاهدوا معنا المتابعين أفراد المتابعين ومتابعات قناة سكتي رائعة ومثيرة. إن شاء الله نفوز بإذن الله تعالى، كنتمنى إن شاء الله جزاك الله يفوز إن شاء الله يا ربي. يمكن لاحظوا ان المباراه صعيبه، ولكن ان شاء الله هيكون خير باذن الله سبحانه وتعالى.
لأن كيف ما كتلاحظوا معنا قلنا كيف ما كتلاحظوا بعد ذلك الله مربوحين إن شاء الله بإذن الله تعالى يا ربي. دنا كيف ما كتلاحظوا معنا تفضل الله الساكنة حاضرة بقوة. كيف ما تشاهدوا متابعين اخرين متابعين قناة الشعب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يكون فوز المنتخب المغربي وفوز اطلس ان شاء الله يا ربي. لان الأجواء رائعة أجواء رائعة أجواء رائعة متابعين أفضل متابعين قناة شوف تي في.
كما كتلاحظوا معنا متابعين افضل متابعين قناه شكل كان الشاب ان الله الجمهور مازال الجمهور كونيتي مازال كيتوافد ومازال السكينه كتوافد ومازال ان شاء الله غنشوفوا اكثر من هذا العدد ان شاء الله بال تقريبا كيكون هنا شي مليون ونص ديال العدد ديال السكينه اللي كتكون هنايا واكثر من بعد اللحظات ان شاء الله من بعد نهايه المباراه غنشوف واحد الاجواء رائعه ان شاء الله ستشوف هذه الاجواء اكثر من رائعه ان شاء الله باذن الله تعالى متابعين الاخرين متابعين قناه شكري ان شاء الله بحول الله سي اسامه كيقول لنا بالتوفيق ان شاء الله باذن الله تعالى شكرا سي اسامه وليد كاك شكرا لك مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر كذلك يونس مرحبا بك معنا ديما مغرب الحمد لله نهى مرحبا بك كذلك إناس إدريس مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين والمتابعات رشيدة سارة بوش ياسمين عفوا ياسمين أميمة كل المتابعين اللي التحقوا بنا الان مرحبا بكم يا ربي وفق المغرب يا ربي رحمه امين يا رب العالمين كتقول لنا توفيق ان شاء الله اسامه كيقول لنا مربوحه ان شاء الله يا ربي امين فاطمه الزهراء تهيا فاطمه تقول يا ربي يا ربي يا ربي امين يا ربي دائما يا ربي ان شاء الله اشنو وقع هنا سناء ان شاء الله دار الجمهور الكونيتي اللي حنا كنتواجدوا الان جميلة جميلة مرحبا بك معنا ان شاء الله نكملوا الفرحة يا ربي امين اسامة يا ربي نكملوا الفرحة يا ربي ملكة مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين كريم كذلك مرحبا بك معنا محمد عزيز منيا او منى عفوا منى حسام سمية مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين اللي تحت من الان حفيظة لاله حفيظه مرحبا بك معنا لاله الفوزيه كذلك ام كلثوم مرحبا بك معنا ام ايمن مرحبا بك ومرحبا بايمن ايوب اللهم انصر الاسلام والمسلمين يا ربي امين يا ربي امين يا ربي كيف ما قلتي اللهم انصر الاسلام والمسلمين يا ربي ان شاء الله الفوز للمنتخب المغربي وصول الاطلس نزيها مرحبا بك معنا ومرحبا بام فدوى كذلك مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر ام ايمن من انا من مدينه قنيطره ام ايمن كتقول لنا انا من مدينه قنيطره مرحبا بك معنا وانت عارفه هذا المكان اللي كنتواجدوا فيه اللي هو شارع محمد الخامس ومحمد الدوري اللي الشارع الرئيسي من خارج الطريق الوطني رقم واحد فايزه مرحبا بك معنا اميمه كذلك ديما مغرب يا ربي شكرا مبروك مبروكه عفوا مبروكه
قلت لهم الغالية مرحبا بك معنا نوها أم إيمن، رايا مرحبا بك معنا كذلك، أيوب مروان أم سهيب مرحبا بك معنا كذلك، هلا منى غالية يا الله يفرحنا يا ربي، سعاد يفرحنا يا ربي، الله يفرحنا يا ربي، امين يا رب العالمين يا ربي يفرحنا يا ربي، وكنتمنى ان شاء الله الفوز باذن الله سبحانه وتعالى يا ربي، نتمنى ان شاء الله الفوز المنتخب المغربي ان شاء الله، وهذه السكينه والمغاربه كامل من طنجة للبويرة انهم يفرحوا ان شاء الله وتكونوا في معنا فرحة يا ربي. طه كيقول لنا المغرب ان شاء الله، المغرب يسود اطراف ان شاء الله، لأن نفيسة كتقول لنا بالتوفيق إن شاء الله، لما لا إن شاء الله بالله التوفيق للمنتخب المغربي. منصف كذلك مرحبا بك معنا، مرحبا بعز الدين مارتين مرحبا بك معنا، علي فرنسا مرحبا، جيني مغربي اللي كتواجد معنا الآن مرحبا بكم، كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين حنا الآن كنتواجدوا، وهذه رسالة للناس الساكنة أو عفوا للجيني المغربية اللي كيتوحشوا المغرب، فكيف كتشوفوا كيف كتعيش اجواء السكن قنيطره، كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي الاجواء اللي كتعيشها مدينه قنيطره في هذه اللحظات بالنسبه لهذا المكان اللي كنتواجدوا فيه، كذلك جميع المقاهي جميع المطاعم في مدينه قنيطره مملوءه الى الاخر. امين يا رب العالمين. منيا نعيمة عفوا، لا نعيمة كتقول لي الله معاهم يا ربي، امين يا ربي الله معاهم ان شاء الله بحول الله. مريم سعد مرحبا بك معنا لاله، يا ربي يا ربي بالتوفيق ان شاء الله. كذلك فاس مرحبا بنا ديال فاس، حسناء مرحبا بك، فاطمة سارة مرحبا بك معنا، مرحبا بحسين مكلتهم جميلة مرحبا بك معنا كذلك لاله، حمادي مرحبا بك معنا، هداية مرحبا بك معنا كتقول لنا يا ربي الله معاهم إن شاء الله يا ربي الله معاهم الله أكبر، بلا كيقول الله أكبر. أم فاطمة الزهراء مرحبا بك معنا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، باقي 0-0 لحد الآن، إن شاء الله كنتمناو إن شاء الله النصر والانتصار للاعبين المغربيين إن شاء الله وأسلوب أطلس، مزيان مزيان. لكن كنحس بان الجمهور شويه طالع الدم، كنشوفوا كيف ما كتشاهدوا معنا شويه طالع الدم، لكن ان شاء الله خير ان شاء الله، نتفائلوا خير ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. يا ربي خويا عماد مرحبا بك معنا، كذلك طه كذلك مرحبا بك معنا، يا ربي لما لا ان شاء الله، نزار كيقول نورا نورا عفوا نورا كتقول الكاس لما لا ان شاء الله ان شاء الله مربوحين. كما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناة شوف تيفي الاجواء ان شاء الله، وان شاء الله نفرحوا باذن الله سبحانه وتعالى، لما لا ان شاء الله نفرحوا كامل باذن الله سبحانه وتعالى. سميرة مرحبا بك معنا، الله يكرمك الله اكبر. يا ربي امين. ام ايمن كتقول اللهم انصر الفريق المغربي، يا ربي امين يا ربي امين يا ربي.
اللهم امين رب العالمين، اللهم انصر حمادي عفوا حمادي سيدي زياربي يا ربي امين. المغرب ان شاء الله، المغرب كيف ما كيقول لنا المغرب في الله، وشوف الاطلس في الله. نورا كتقول لنا الكاس ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله تعالى الكاس للمنتخب المغربي اسود الاطلس. مرحبا بسي اسامه من قولمي، مرحبا بك معنا، ومرحبا بكل المتابعين الافاضل اللي التحقوا بنا الان. حنا الان كيفما كنصوروا لكم على المباشر اجواء الفرح مدينة قنيطرة. بإذن الله سبحانه وتعالى فوز المنتخب المغربي أسود الأطلس بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين يا سيدي محمد، كيقول لنا اللهم انصرهم، اللهم آمين يا رب العالمين إن شاء الله النصر. أم أيمن كتقول لنا الله معكم أسود الأطلس أحرار، عاش الملك عاش الملك عاش الملك، الله ينصر سيدنا. مرحبا مرحبا لله والشعب المغربي إن شاء الله يا ربي، اللهم آمين رب العالمين، اللهم آمين، الله معكم يا ربي. نجاة مرحبا بك معنا، لالا خديجة كذلك، لالا خديجة العراقية مرحبا بك معنا، اللهم آمين رب العالمين. يا ربي نسألك النصر قريب يا ربي امين يا ربي. كيف ما كتقول لنا لاله فاتحه كتقول لنا يا ربي كيف ما كتقول لنا لاله فاتحه كتقول لنا يا ربي انصر الناس القارب ان شاء الله، يا ربي الناس القارب ان شاء الله باذن الله يا ربي. يا ربي المتابعين الافاضل اللي ما قالش التعليق ديالو يعاود يكتبوا ان شاء الله، نتمنى نقرا جميع التعليقات. تبارك الله كيف ما كتلاحظوا معنا تبارك الله مجموعه ديال التعليق، لكن كنحاول انني نقرا جميع التعليق، وكنتمنى انه الا ما قالش شي واحد تعليق يعتذر كنعتذر منه. يا ربي يا ربي المنتخب المغربي. مريم ام مريم مرحبا بك معنا لالا. النصر النصر والفوز لكاس العالم ان شاء الله باذن الله تعالى. ام ايمن كذلك سهيل ان شاء الله، ام سهيل مرحبا بك معنا لالا. امين لاله فاتحه كتقول لنا يا ربي يا ربي انك على كل شيء قادر يا ربي. سي حسن النصر يا ربي امين يا رب العالمين. يا ربي المغرب مع الكاس يا ربي لما لا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. خديجة العراقي كتقول لنا يا ربي يا رب العالمين سيدي تربح الأسود الأطلس يا ربي امين يا ربي ان شاء الله. كما كنقولوا باذن الله سبحانه وتعالى أسود الأطلس بيدك يا ربي ان شاء الله نفوز لها يا ربي. الله ينصرهم، اللهم امين يا رب العالمين. كيقول لنا سي ياسمين او لالا ياسمين عفوا كتقول لنا دعوتكم معنا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى.
الفوز ان شاء الله سعد الرحمن. ما عرفتش هذا باقي الوقت، اللي يعرف الوقت يقول لي شحال باقي الوقت، لان انا متبع اللايف ديالكم، فاللي يعرف شحال باقي الوقت يقول لي الله يخليكم او كتب لنا. فوزيه كتقول لنا الناصر والعزه والنصر ان شاء الله يا ربي، الله معاكم يا ربي والنصر ان شاء الله. لاله حليمه امل كتقول لنا بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، وصوت الاطلس ان شاء الله يربحوا ان شاء الله ويوم يفرحونا. اخ من ليبيا كيقول لنا بالتوفيق، مرحبا بك اخونا من ليبيا. الله يخليهم، اللهم امين يا رب العالمين، كيقول لنا الله ينصرهم يا ربي، امين اللهم امين يا رب العالمين. خديجه من ايطاليا، ومره اخرى كنقول تحيه للجاليه المغربيه المقيمه بديار ايطاليا، كيف ما كتشاهدوا معنا كنحاولوا اننا نقربكم من الاجواء المغربيه كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل. حنا الان كنتواجدوا بالضبط بمدينه قنيطره، حتى اللي التحقوا بنا الان باش يعرفونا فين كنتواجدوا، مدينه قنيطره عاصمه الغرب، كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل اجواء اكثر من رائعه. ان شاء الله يا ربي يفرحنا. كيفما كتلاحظوا معنا المباراه شويه صعيبه، لكن ان شاء الله الفوز بإذن الله سبحانه وتعالى، وحنا منتظرين إن شاء الله الفوز كيفما قال واحد السيد، ما مفكينش ما مفكينش إن شاء الله الفوز بإذن الله سبحانه وتعالى. سعدي كيقول لنا مربوحين ان شاء الله، وديما مغرب اكيد طبعا ان شاء الله رابحين، وديما مغرب ان شاء الله بحول الله مربوحه ان شاء الله سعيده. يا ربي تفوز اسود الاطلس يا ربي امين. ام جد مرحبا بك لاله، ومرحبا بجد بالتوفيق. ناصر مرحبا بك معنا، مرحبا بكل المتابعين، ادم كذلك مرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناه شوف قناه الشاب. بغينا نشارك معكم ولو هدف ان شاء الله باذن الله تعالى، وتشوفوا الفرحه كيفاش كتعود، كيفاش كتشوفوا عاصمه الغرب، كيفاش كتشوفوا الاجواء ديالها ان شاء الله بحول الله. اذا كنتمنى من جميع المتابعين انهم يبارطاجيو. كيف ما قال المعلق كيقول المنتخب المغربي الانيق ان شاء الله، ودائما ان شاء الله كنتمنى الفوز ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يجيبوها وصوت الاطلس يجيبوها ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ام عمر مرحبا بك معنا لاله، يا ربي كل التوفيق وليداتنا المغاربه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يا ربي. سؤال كتقول لنا يا ربي يا ربي يا ربي النصر ان شاء الله بحول الله، يا ربي يا ربي النصر اللي هم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى الفوز ان شاء الله. مينا مرحبا بك معنا، ومرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بنا الان. اذا بالتوفيق يا ربي ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله الفوز يا ربي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يا ربي امل ان شاء الله بحول الله. ام دعاء مرحبا بك معنا لله، ومرحبا بكل المتابعين اللي التحقوا بنا، تقول لنا يا ربي امين.
فانا غادي مازال واقيلا لالا هاجر مرحبا بك معنا، كذلك ام عمر ام رهف مرحبا بك معنا لالا، مرحبا بكل المتابعين اللي تحقوا الياس كذلك لالا حليمه وكنعتذر الى ما كاينش بعض الاسماء كنعتذر. او بعد التعليقات ما قيتوش تبارك الله، راكم عارفين مجموعه ديال التعاليق تبارك الله، فكنحاول ان نقرا على حسب المستطاع، فاكتبوا تعليقاتكم ديال فضل لحظات احد الجمهور اللي وقع له اغماء كيف ما كنشاهدوا معنا. نتمنى الشفاء العاجل ان شاء الله هذا الشاب. كنتمنى من جميع المتابعين أن يبارطاجيو إذن كيفما كتبوا معنا متابعين أفضل المتابعين قناة شوفوا في قناة الشاب أجواء رائعة بمدينة بوينتيرا. دائما معنا على المباشر، مرحبا بكل اللي التحق بنا في هذه اللحظات. إذن كيفما كتشاهدوا معنا متابعين أفضل متابعين قناة شوفوا قناة الشعب، مرحبا بكل اللي التحق بنا الآن في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة. كيفما كتشاهدوا معنا ساكنة مدينة قنيطرة حاضرة. إذن كيفما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشاب أجواء
لان اصوات اذا فيهم تمنوا ياركو ان شاء الله ياركو الفوز ياركو. كنا ندعيو كنا ندعيو كنا تبو ياركو ان شاء الله كنا ان شاء الله ياركو نتمنوا الفوز كلشي تبو ياركو. كنتمنى من جميع المتابعين انهم يبارطاجيو لأن كيف ما كتلاحظوا معنا أجواء مدينة قنيطرة إن شاء الله من بعد نهاية المباراة تشوفوا أجواء أخرى. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا غادي نتكلموا مع أحد ان شاء الله فوز المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله تعالى. لان كيف ما كتلاحظوا معنا بعد الحدث غادي ناخذوا بعض الخدمات من عند بعض بعد معنا كيف ما كتشاهدوا معنا بعد إذن كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين في انتظار أصوات إضافية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نفوز المنتخب. غادي نشوفوا أصغر شوفوا معنا اسرع المشجع مرحبا معنا في هذا الباش المباشر. مرحبا مرحبا بارك الله فيك. شنو كتبقى ان شاء الله للمباراه؟ ديما ربح وحنا هكا رابحين. شرفونا وشرفوا كاع العرب وشرفوا العالم العربي شرفوه والله. بون ايكيب الله يسهل عليهم يستاهلوا كل خير ان شاء الله. لاعبين لنا ان شاء الله باقي ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. شكرا لك. إذن كيف ما كتابعوا معنا متابعين الأفاضل إن شاء الله كل اللي كيتفائل الخير إن شاء الله بحول الله إن شاء الله فوز بإذن الله تعالى. إن شاء الله غادي إن شاء الله نربحوا بإذن الله تعالى. طبعا إن شاء الله حنا متفائلين بالخير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الفوز بإذن الله تعالى. واليوم نشوف واحد الأجواء رائعة حبيت تعيشها مدينة قنيطرة. الأسماء اللي تلعب في إيطاليا من الأسماء التي نعم يفضل وليد الركراكي أنها تلعب على دقائق. إذا كما كتبهم أنا متابعين إن شاء الله وليد وليد الركراكي إن شاء الله يفوزوا بإذن الله سبحانه وتعالى وسود الأطلس إن شاء الله بإذن الله غادي إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. كنتمناو يا ربي لا وما زال ولكن إن شاء الله صباح مرحبا بك معنا الفاشي إن شاء الله وما زال ولكن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. كنتفائلوا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أجواء أكثر من رائعة. تحية لإيهاب الصغار مشجع. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين
إذن متابعين مبكرين لكم من ثقاف لايف آخر إن شاء الله دون في بلاية الله واحد من ثقاف لايف آخر